الخير يا عفا. صباح النور يا هايدي، كيفك لليوم؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. صباح الخير لكل المشاهدية الإخبارية السورية، صباحكم رضا وامتنان لكل النعم الموجودة بحياتكم من أصغر نعمة لأكبر نعمة. بتعرفوا اليوم إنه في مادة اسمها الإندروفين بيفرزها الجسم لما يكون الشخص بحالة من الشكر والامتنان للنعمة الموجودة بحياته، يعني يتذكر هي النعمة، يكون واعي لها ويشكر الخالق عليها. كثير من الدراسات والأبحاث أكدت أنه الشكر والامتنان من أعلى الطاقات يلي بترفع الإنسان نفسياً وجسدياً. يعني خلونا نبدأ ببداية نهارنا نتذكر أنه أبسط التفاصيل الصغيرة، أنه مبارح نمنا ونحن مرتاحين البال، فقنا الصبح أخذنا فنجان قهوة كنا مبسوطين ورايقين، أو مثلاً ممكن نشكر كثير على النعم الموجودة بأبسط التفاصيل. هيك دائماً خلونا ممتنين لليوم العادي، للروتين ولو تكرر، وأكيد عقلنا لا إرادياً رح يخزن هي المادة ورح نكون مرتاحين ومبسوطين. صباحكم جديد مشاهدينا، يا رب يحملكم النهار كل الخير والمحبة لقلوبكم. يسعد صباحك جديد. يسعد صباحك يا هادي، وصباح الرضا وصباح أكيد. الشكر والامتنان. صباح الخير مشاهدينا من وين ما كنتوا عم تتابعونا، من داخل أو من خارج سوريا. اليوم 29 شباط، فتاريخ مميز وبيصير كل 4 سنين مرة. حاولوا بهاليوم تعملوا شيء حتى لو كان يعني بسيط ويكون مميز ويتسجل معكم لمدة 4 سنين، وأكيد بيتمنى لكم كل الخير وكثير من الشكر. أكيد اليوم نحن إذا بنطلع على حالنا شو موجود عنا وما أنا موجود عند الشخص الثاني، أكيد رح نحمد الله ونشكره دائما. ما في شيء كامل والكمال لله، بس مكملين معكم صباحنا ولكن بعد هالفاصل. وأكيد مشاهدينا قبل ما نبدأ أولى فقراتنا ونستقبل أولى ضيوفنا، خلونا نروح مباشرة لفقرة هل تعلم ومجموعة من المعلومات الغريبة والمميزة ضمن صباحنا لليوم، رح نتعرف عليها وراجعين. منعرف بأنه لكل حدا منا بصمته المميزة، لكن هل تعلم بأنه بصمة الإصبع ليست فقط التي تميز الإنسان عن الآخر، بل أيضاً بصمة اللسان؟ ولكل الأشخاص يلي بيعانوا مشاكل هضمية وخاصة حرقة المعدة، هل تعلم بأنه الخيار مفيد في علاج حرقة المعدة كما يساعد على إنقاص الوزن؟ وهل تعلم بأنه ترك الإضاءة منيرة ليلاً عند النوم ممكن أنه يتسبب بالأرق ويؤثر بشكل سلبي على العينين كما يؤثر على الجهاز العصبي، بحيث يصبح الإنسان متقلب المزاج عند الاستيقاظ؟ واليوم الخيارات صارت أوسع لكل حدا حابب يحرق الدهون بجسمه، فهل تعلم بأنه الجريب فروت والبطيخ والتوت والبيض والسمك والقهوة وحتى الشوفان كلها أطعمة بتساعد على حرق الدهون؟ وأخيراً الكل بيحذر من الشوكولا وتأثيرها السلبي، لكن هل تعلم بأن الشوكولا لها تأثير مضاد للبكتيريا في الفم وبتحمي من تسوس الأسنان؟ كملينا صباحنا معكم مشاهدينا، واليوم كثير بنسمع انه الامهات بيحكوا اولادهم كلمات مثل انه ابني طفل او ابني ذكي وبارع او قوي، وكثير من هاي الكلمات الايجابيه اللي ممكن كثير تاثر على شخصيه الطفل. ولكن عمليا كيف اليوم بيقدروا الامهات يخلوا هاي المقدرات عند اولادهم تنمى بشكل حلو؟ رح نتابع كثير من التفاصيل ضمن هالماده التاليه. على الاهل بشكل عام أن يعلموا بأن تطور قدرات الطفل الإدراكية واكتسابه لمهارات جديدة ومتنوعة تجعله قادراً على القيام بالكثير من الأشياء وبمفرده، لكن مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، وإليكم الخطوة. أولاً افسحي له المجال ليقوم بالأشياء فيكون الفاعل وأنت المشرفة عليه. عليك أن تظهري لطفلك ثقتك به، شجعيه عند إنجازه المهام الموكلة إليه. ضعي طفلك في مواقف اتخاذ القرار كاختيار ملابسه أو مواقف مفتعلة وجعليه يقرر كيف سيتصرف فيها. علمي طفلك تحمل المسؤولية بمواقف حياتية يومية.
فأكيد مشاهدينا من عالم الطفولة خلونا نروح للمشروبات الساخنة اللي ممكن ترافق صباحاتنا الباردة، ومنها الزنجبيل بنكهاته المختلفة. لفوائده العديدة رح نتابع سوا فوائده بالتقرير التالي وراجعين. الزنجبيل من النباتات العشبية الطبيعية التي تساعد الجسم على تحقيق الصحة المثالية والحفاظ عليها، بما في ذلك تقوية جهاز المناعة، خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا في العالم لما يحتويه على مضادات الأكسدة القوية. فوائد الزنجبيل لتقوية مناعة الجسم: الزنجبيل له فوائد هامة لجهاز المناعة لما يحتويه من مضادات الأكسدة القوية ومضاد للميكروبات حيث يقتلها، كما يعمل كمطهر، وتم العثور على 2 من المضادات الحيوية الطبيعية في الزنجبيل. كما يحتوي الزنجبيل على عوامل مضادات للالتهابات، ويحتوي الزنجبيل الذي يذيب الطفيليات وبيضها ويخفف شاي جذر الزنجبيل من بعض آلام الحلق، كما أنه يقتل الفيروسات الباردة، كما أنه يمنع إنتاج السيتوكينات التي تسبب الألم والتورم ويكافح الشعور بالقشعريرة والحمى. يقوم الزنجبيل بتثبيط إنزيمات LO5 وهو الغذاء الوحيد لخلايا سرطان البروستات، وتموت خلايا سرطان البروستات خلال ساعة إلى ساعتين دون هذا الإنزيم، كما أنه مستخلص الزنجبيل يسبب موت خلايا سرطان الرئة. يساعد الزنجبيل في تحفيز الدورة الدموية ويساعد في منع النوبات القلبية ويخفض مستويات الكوليسترول في الدم، كما أنه يمنع جلطات الدم الداخلية. كملينا صباحنا معكم مشاهدينا وانتقلنا لأولى فقراتنا ورح نفردها لمساحتنا الطبية والصحية. وكتير بنسمع اليوم انه في احد الاشخاص مصاب بمرض نقص تروية القلب. شو هو هذا المرض وشو تعريفه وشو هو عوامل خطورته بالضبط على حياة المريض فيه؟ أكيد للأسف عفاف اليوم كثيرا من الأمراض والاضطرابات اللي ممكن تصيب القلب، ولكن الشيء السيء بالموضوع أنه الأمراض ممكن تنشأ وتتطور على مدى زمني طويل وما ينتبه المريض لهي الأعراض، وخصوصا أنه هذا المرض هو يعتبر مرض صامت. اليوم مع ضيفنا رح نتعرف أكثر على الأسباب وعلى طرق العلاج نقص التروية القلبية. معنا لليوم الدكتور أحمد العايد اختصاصي في أمراض القلب والقسطرة القلبية. سعد صباحك دكتور. سعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. شكرا لك. صباح الخير دكتور. صباح النور. الله يعطيك. يعني أمراض القلب شائعة وكثيرة، اليوم بدنا نعرف شو بنقصد نحن لما بنقول نقص تروية القلب. الحقيقة أولاً القلب هو عضلة موجودة بالصدر وظيفتها ضخ الدم، تزن 350 جرام تقريباً وحجمها بقبضة اليد، ومثل ما قلنا وظيفتها ضخ الدم لكل أعضاء الجسم لحتى يتم تزويد هالأعضاء بالدم، لكن هو نفسه القلب بحاجة أيضاً للتروية بالدم، فبتيجي شرايين بنسميها شرايين الإكليلية على سطح القلب بصير تعطي التروية الدموية اللازمة لعمله. وجود تضيق بهالشرايين المروية لعضلة القلب بيؤدي إلى عدم حصول القلب على الكمية الكافية من الدم اللازمة لعمله، وبالتالي الدخول بمرض اللي اسمه نقص تروية قلبية، فهو إذن تضيق بشرايين القلب. تمام دكتور، بعد ما تعرفنا من حضرتك عن هذا المصطلح الطبي خلينا نوضح اليوم مين الأشخاص اللي هنن أكثر عرضة للإصابة بنقص التروية القلبية. نسمع كثير أنه ممكن يكونوا كبار السن أو حتى الرجال، خلينا نوضح أكثر تفاصيل عن هذا الموضوع. صحيح، الحقيقة عادة هو بيصيب الرجال فوق الخمسة وخمسين أو النساء فوق الخمسة وستين، لكن بالآونة الأخيرة بالعقدين الماضيين لاحظنا أنه صار في ظاهرة شوي غريبة، صار يكتر عند الأصغر عمراً عند الشباب وعند النساء. يعني عادة النساء بيتأخروا، فهي المرض هذا عند الرجال هو أكثر من النساء. فاللي صار بالفترة الأخيرة أنه صرنا نلاحظ أنه صار عند النساء أكثر وعند الشباب أيضاً أكثر، طبعاً نتيجة عوامل مختلفة متعددة الحقيقة، ما فينا نقول عامل واحد بس هو السبب بزيادة هالظاهرة عند الشباب
وعند النساء. يعني ما استثنيت حدا بكلامك دكتور، لا نساء والله لا والرجال كلنا معرض الأعمار كمان، حتى إن كانوا تحت عمر 55 أو 65. شو السبب هون للإصابة بهذا المرض؟ بشكل عام هي ليش لحتى تضيق شرايين القلب أو يصير في نقص تروية قلبية؟ أول شيء القصة العائلية، فمرض ممكن يكون له طابع وراثي أحياناً، فتكرار القصة بعائلة معينة بحط باقي الأفراد تحت الخطر، فلازم ينتبهوا لحالهم ويراجعوا الطبيب باكراً قبل ظهور الأعراض. ثانياً عوامل الخطورة المعروفة مثل السكري، مثل ارتفاع الضغط الشرياني، ارتفاع الكوليسترول وشحوم الدم، التدخين سواء كان اسمه سيجارة أو أرجيلة كله اسمه دخان، والشدة النفسية أكيد وقلة الحركة، هي الأسباب الرئيسية. هلأ إذا بدنا نحكي عن النساء والشباب ليش كثرت عندهم؟ بشكل أساسي نتيجة زيادة معدل المدخنين أو نسبة المدخنين عند النساء أو عند الشباب. هي كانت ظاهرة شوي قليلة، هلأ كثرت، حتى عنا صارت نسبة المدخنات أكثر من المدخنين. عالمياً الرجال أكثر، لكن عنا لا، النساء أكثر. والمشكلة الأكبر اللي صارت حسب من هي عم يعاني أكثر تماماً يعني الشدة النفسية طبعاً إلى دور حتماً، ولكن الحقيقة الدخان هو الرقم واحد. الشغلة الثانية اللي كمان كتير مهمة واللي كتير يعني أثرت على حدوث المرض باكراً هو قلة النشاط الفيزيائي والميل للبدانة. كمان هي عامل أساسي. سابقاً كان التلميذ يقطع مسافة 5 كيلومتر ليوصل لمدرسته. هلأ يعني بالمدن مثلاً عندنا السيارات بتأخذ من باب البيت وبترجعوا لباب البيت. هذا أدى لظاهرة قلة الحركة عند التلاميذ، عند الطلاب، عند الشباب. كانوا يمارسوا نشاط بدني أعلى، هلأ أقل بكتير. بالمقابل الغذاء صارت نوعيته سيئة، صاروا يميلوا للأغذية السريعة المصنعة الجاهزة المعلبة، وهي طبعاً أضرارها كتير كتير كبيرة وممكن تؤدي لزيادة وزن. وبس يزداد الوزن بيدخل المريض بشيء اسمه المتلازمة الاستقلابية اللي بتؤدي لظهور السكر، ارتفاع الكوليسترول والشحوم، ارتفاع الضغط، ونهاية كل هالأمراض شيء واحد، تصلب الشرايين وتضيق الشرايين والدخول بحالة نقص التروية القلبية. تمام دكتور، خلينا ننتقل من الأسباب للأعراض. اليوم شو هي الأعراض أو العلامات أو الدلالات اللي ممكن تظهر عند الشخص وهو يعرف فعلا أنه عنده نقص بالتروية القلبية، خصوصا أنه اليوم يمكن منلاحظ أمراض القلب عم تكون الأعراض نوعا ما متشابهة، فالشخص هون ما بيقدر يمكن يفرق. خلينا نوضح اليوم أكثر ونعطي أمثلة. أولا ممكن يكون غير عرضي مشان ما نستغرب هالشيء، فممكن خاصة ببداية المرض، بداية تضيق شرايين القلب ممكن ما يكون في أعراض، ليوصل لنسبة معينة لتبدأ الأعراض في الظهور. العرض الأساسي هو الألم الصدري أو الضغط أو حس تقل على الصدر، خاصة الجهدي المترافق بالجهد، يعني لما يصير الألم أثناء الجهد أو يصير ضيق النفس أثناء الجهد، فهذا بيشير أنه في مشكلة قلبية، لأنه الحقيقة القلب بيزداد عمله بالجهد، بيضاعف عمله بالجهد، فبالتالي حدوث مشكلة فيه ستظهر حتما بالجهد. حتى بيعرفوا زملائنا والناس كمان بتعرف هالشيء، انه في شيء اسمه اختبار جهد، بنعمل اختبار جهد حتى نكشف نقص التروية الكامل الغير واضح على الراحة، بينكشف بالجهد. من هون بنأكد على أهمية طلب المشورة الطبية. هلا ممكن تكون الأعراض مانا كاملة، مانا وصفية، فالطبيب لسه شاكك انه في مشكلة. الفحص ممكن يكون طبيعي، حتى تخطيط القلب طبيعي، بنعمل تخطيط القلب أثناء الجهد، فإذا كان في عنده مشكلة المريض فمن المؤكد ستظهر أثناء الجهد بنسبة كتير كتير عالية. طبعا بعدها من الوسائل التشخيصية هو اللجوء للقسطرة والتداخلات الثانية. العرض الرئيسي هو الألم الصدري وضيق النفس. طبعا الألم مو شرط يكون ألم حاد، ممكن يكون بحس تقل، حس ضغط على الصدر، البعض بيحسه كأنه اضطرابات هضمية، مغص أو غصة أو سوء هضم مثلا، هي كلها أعراض هي قد تكون أعراض قلبية. تماما دكتور، يعني اليوم كلنا معرضين
لهذا الشعور، ممكن نشعر بغصة أو وجع، أو ممكن تتعدد الأسباب، أو نحكي نحن من حالنا أنه يمكن هيك أو يمكن هيك. طيب ممكن نكون نحن عنا نقص تروية، شو عوامل الخطورة لهذا المرض؟ ونحن ما لنا لا مشخصين المرض ولا لنا عم نروح على دكتور نكشف على حالنا، شو عوامل الخطورة بتكون؟ هو اللي ذكرناه الحقيقة، السكري والضغط وارتفاع الكوليسترول على المدى البعيد، ولا في مدى والتدخين أسرع. لا على المدى البعيد أكيد. هلأ الشدة النفسية إلى دور أكيد. المشكلة بالشدة النفسية ممكن تعمل أعراض عصبية مو أعراض قلبية، وممكن تؤدي لمشاكل قلبية إذا كانت التوتر أو الشدة النفسية مستمر أو بشكل دائم يعني، أو قوي جدا. حتى ممكن في شيء اسمه متلازمة القلب المكسور اللي بصير نتيجة شدة مفاجئة، فبصير حالة هي مثل احتشاء العضلة القلبية. خطورتها أقل من احتشاء العضلة القلبية التقليدي أو العادي، ولكن فيها نسبة خطورة لو كانت بسيطة. فهي نتيجة شدة نفسية. الستريس أو الشدة النفسية المزمن خلينا نقول بيؤدي إلى تبدلات هرمونية بجسم الإنسان أكيد. بالكورتيزول بصير بنسبة أعلى، مقاومة الأنسولين بصير أكثر، وبيدخل بهالمشاكل هي الحقيقة. فالشدة النفسية كمان إلى دور كتير مهم. بالتأكيد مو كل واحد صار عنده ألم في الصدر يعني أنه عنده مرض قلبي، بس نحن بنحكي على الأعراض القلبية. قد يكون مشكلة هيكلية، الهيكل يعني هو الأضلاع، العضلات، العظام اللي موجودة بالقفص الصدري أيضا ممكن تعطي أعراض. حتى المري، تشنج المري أو المعدة مثلا، أو تماما، أو أعراض كولون مثلا تشنجي، قد تكون هي مشابهة لأعراض نقص التروية. بس الفحص اللي عند الطبيب هو اللي بيكشف الحالة. أكيد. فحص السريري المرفق بتخطيط وإيكو قلب، الاثنين لازم نعمله لتقييم هالوضع عند المريض، والوصول بالمريض لبر الأمان وتشخيص الحالة باكرا. كل ما بكرنا بتشخيص الحالة كل ما تفادينا المشاكل. تمام. فلازم نعمل هذا الفحص من بداية ظهور الأعراض والشخص اللي صارت معه. لو كنا عم نقول قد تكون كولون، قد تكون أعراض صدرية هيكلية مثلا، ما في مشكلة، المهم نعمل فحص نتأكد من هذا الموضوع. طيب خلينا نروح لرحلة العلاج دكتور، نحن بنقدر بداية نبلش بالعلاج الدوائي أم لا نحن لازم مباشرة نلجأ للعلاج الجراحي؟ وهل طريقة العلاج اليوم تختلف من شخص للتاني حسب حالته؟ بالتأكيد طبعا. هلا نقص التروية البسيط العادي علاجه دوائي أكيد. ما بنلجأ لا التداخل عبر القسطرة وتوسيع بالبالون والشبكات أو حتى عمل جراحي إلا إذا كان معند، إذا كان ما عم يستجيب للعلاج الدوائي. أهم بند بالعلاج هو علاج عوامل الخطورة. من هم ننتبه أنه نص العلاج الحقيقة هو من عند المريض يعني. لازم أول شيء نعمل حمية، نعمل إنقاص وزن، الرياضة المعتدلة المقبولة طبعا. شيء ثاني نعالج الأمراض اللي هي عوامل خطورة. ما بينفع يكون مريض سكري وما عم ياخد دواء سكر، أو مريض ضغط أوقف علاجه حط حاله تحت الخطر، أو مريض ارتفاع كوليسترول وشحوم دم أيضا أوقف العلاج. وهي ظاهرة للأسف منتشرة أنه وقفنا العلاج الدوائي وعم ناخد أعشاب، ويا ما شفنا مشاكل صارت من وراء هالقصة. نحن ما عم نقلل من أهمية الأعشاب، ولكن ليست هي بديل عن دواء حتما، هي رديفة، هي مساعدة متممة مكملة، ولكن لابد من أخذ العلاج والإشراف الطبي الدائم على المريض. طيب دكتور ممكن تكون هاي العلاجات كلها على المدى البعيد ولا كان المدى القصير؟ العلاجات كلها ممكن هي تساعد بعملية الشفاء كليا من مرض نقص التروية القلبية؟ بالتأكيد. هلأ إذا كان عندنا مثلا تضيق بالشريان ونحل هذا التضيق، عملنا له قسطرة، حطينا شبكة مثلا، رجع تدفق الدم طبيعي داخل الشرايين. ما عملنا جراحة، الأدوية ممكن بالأدوية تعرف؟ ممكن طبعا. التضيق الخفيف ما بيعمل مشكلة إذا سيطرنا عليه في بدايته، فما في مشكلة أبدا. بس إذا كان الفكرة أنه ناخد دواء بحيث نروح التضيق نهائي، لا هذا ما بيصير. هذا التضيق ثابت داخل الشريان، المهم أنه ما يزيد لحد 50% بالتضيق بالشريان بنسميه خفيف. هذا ما بيأثر على عمل القلب ولا بيدخل المريض بخطورة عالية. لكن إذا أهملنا العلاج وأهملنا هالنصائح هاي المختلفة اللي عم نحكيها، وتناول الأدوية بانتظام، وضل يدخن وضل على نمط الحياة الغير صحي، فممكن جدا أنه هذا يزيد بأي وقت ويدخل حتى باحتشاء العضلة القلبية اللي هو الشغلة الخطيرة اللي ممكن تؤدي لحتى لا سمح الله الوفاة.
تمام دكتور، خلينا نقول كيف ممكن اليوم الوقاية من مرض نقص التروية القلبية؟ شو فينا نعطي نصائح اليوم لكل حد عم يتابعنا مشان ما يصير معه نقص تروية قلبية؟ أول شيء لا تتوتروا، هي أهم نصيحة. نوقف الدخان والأرجيلة، هي شو بقولوا اللي بإيد الإنسان، خلينا نحكي الأشياء اللي بإيده. هلا اللي عنده عامل خطر وراثي ما بإيده هذا الموضوع، ما هو اختار أمه وأبوه مثلا، لكن حتى اللي عنده عامل خطر وراثي مهم، فلازم ننتبه أكثر عليه، ما يزيد وزنه، يكون نمط الأكل صحي ما أمكن، يمارس الرياضة وإيقاف التدخين. ممارسة الرياضة كثير مهمة الحقيقة، ممارسة الرياضة بتقلل من الخطورة القلبية الوعائية. طبعا كل الرياضات مسموحة وبالعكس مفيدة، بس بشرط بدون هرمونات أو بدون منشطات، تكون بالشكل الطبيعي أو المتممات العادية الطبيعية يعني. فهي كتير بتفيد وكتير بتعطي قوة للقلب. طبعا إيقاف التدخين سواء كان تدريجي أو فوري، لكن لازم نوصل لمرحلة زيرو دخان، يعني خلص بدنا نوقف الدخان نهائيا. الاثنين الحقيقه لا، هو الايقاف المفاجئ هو صح، وما بيعطي اي اعراض ولا اي مشاكل مثل ما بيعتقد البعض. واللي لقيناه عم يخفف تدريجي، لو عم يضل على سيجاره واحده بيوم الايام عم نرجع للباكيت والباكيتين والثلاثه، فهي المشكله. طيب دكتور، في حال صارت هي الحالات عندنا مثل النخزه او الوجع او بعض الاعراض للاصابه بهذا المرض، ممكن يكون في اسعافات اوليه تخفف عننا نحن هي الحالات لبين او الاعراض او هذا الوجع الحاد لبين ما نحن رحنا على دكتور وشخصنا الحاله؟ لله الحمد، اول شيء النخزه اللي هي شائعه كثير، هي نادر ما تكون من القلب، هي غالبا اما من الجهاز الهضمي، مري، معده، كولون، أو جهاز العضلي العصبي أو اللي بنسميه الهيكلي. النغزات ما من القلب عادة، لذلك ما يقلقوا لأن هي منتشرة كثير. لكن الفكرة صعب كثير نحن نقرر أهمية المرض أو أهمية العرض هذا لحتى نشخص المرض الأساسي. يعني ما فيه يعمل شيء الشخص بهيك حاله ما بيقدر الحقيقة، لأنه ممكن يكون يعني التشخيص مو دقيق، إنه يشخص لنفسه مو دقيق، فلازم يراجع الطبيب إذا فيها هيك أعراض. أقرب مركز أو أقرب عيادة، صارت الأجهزة متوفرة، تخطيط وإيكو القلب بأي عيادة قلبية موجودة، متوفر مركز صحي أو مشفى متوفر هالشيء، وممكن ينعمل وينوضع التشخيص خلال فترة زمنية قصيرة يعني. فما بدها كتير يعني. هلأ بس اللي بيجي ألم قلبي خاصة إذا كان مفاجئ، فالراحة أولا يعني. هلأ نفرض مريض قلب وإجاء ألم وهو ماشي، فلازم فورا يرتاح، لو بالطريق لو بالشارع. الراحة بتخفف عمل القلب وبتخفف من حالة نقص التروية، وإذا لا سمح الله كان في احتشاء كمان بتخفف الحاجة للأكسجين والدم من قبل الخلايا العضلية القلب. دكتور سريعا خلينا نوضح أكثر، شو هي المضاعفات اليوم نتيجة نقص التروية القلبية؟ شو ممكن يصير معنا اليوم في حال ضاعف المرض؟ اولا ممكن مثل ما قلنا يصير احتشاء عضله قلبيه. احتشاء العضله القلبيه انسداد تام بشريان القلب، هذا بيؤدي الى خروج جزء من عضله القلب عن العمل، ما بيعود ينبض، ما بيعود يشتغل بشكل صحيح، فهذا بيؤدي بالنهايه لظهور شيء بنسميه قصور قلب. القلب القاصر بصير ما يقدر يلبي احتياجات الجسم من الدم، وبندخل بهالمتلازمه المعقده والخطره وقصور الصمامات، ولا سمح الله بالنهايه الوفاه اكيد. صح. اكيد بالختام بدنا نشكرك الدكتور احمد العايد، اختصاصي بامراض القلب والقسطره القلبيه، شكرا لك، واكيد الله يبعد المرض عن الجميع يا رب. شكرا لكم والصحه والسلامه للجميع. شكرا لك دكتور. وما نحن مشاهدينا ومكملين معكم، ورح ننتقل لمساحه جديده من صباحنا لليوم، ونقول انه اليوم كثير من الاشخاص بيعتمدوا على انظمه غذائيه للوقايه من الشيخوخه يلي ممكن تكون بداياتها واسبابها سلوكيات خاطئه بنظام حياتنا. لهيك اليوم كثير مهم عفاف التوازن بالنظام الغذائي لمختلف الاعمار بعيدا عن الشيخوخه ومشان الحيويه والشباب اكثر. صحيح هيدي. واليوم كمان اجريت دراسه مؤخرا ولمعرفه العلاقه بين الغذاء والتوازن الصحي وبين الشيخوخه، وهي الدراسه اجريت على 1500 شخص بتتراوح اعمارهم بين 67 سنه و 84 سنه، وتوصلوا لنتيجه انه في علاقه كثير قويه بين النظام الغذائي والتوازن الصحي بالحياه، وبين العلاقه القويه كمان انه الاصابه بالشيخوخه
طاقه كثير ممكن تكون وارده اذا كان النظام الغذائي خاطئ وسلوكيات حياتنا خاطئه. فتوصلوا لنتيجه انه يعني نحن لازم نحقق هذا التارجت والتوازن. فكيف ممكن نحقق هذا التوازن يعني وناكل اشياء صحيه وتخلينا على طول شباب وببشره مشرقه، ان كان للشباب وللصبايا، حتى لانه اليوم الشباب كمان عم يهتموا ببشرتهم. كثير من الاسئله والاستفسارات رح تجاوبنا عليهم اليوم اختصاصيه التغذيه جيسيكا الحوش. يسعد صباحك واهلا وسهلا. صباح النور، يسعد صباحك. صباح الخير جيسيكا، اهلا وسهلا فيكي. بدايه نحن بنعرف انه التغذيه هي الركيزه الاساسيه اللي بيبنى عليها جسم الانسان. خلينا نوضح بدايه قد ايه ممكن النظام الغذائي اليومي فعلا يؤدي للشيخوخه ويسبب لنا مشاكل صحيه. اوكي، هلا البدايه بدي اقول انه نحن ما بنقدر نهرب من فكره التقدم بالعمر كرقم. اكيد نحن اكيد رح نكبر بالعمر، بس نحن بنقدر نعمله انه نحن ناخر من ظهور العلامات والتغيرات اللي بتصير بجسمنا مع الايام. اوقات كثير بنقابل اشخاص عمرها 60 سنه مبين عليها 40 سنه. صحيح. والعكس تماما. طيب شو السر يا ترى؟ المعده هي اي شيء بدخله لمعدتي انا رح ينعكس على صحتي وعلى بشرتي. اوكي، من هي الجملة نحن بنعرف قديش مهم الأكل، قديش مهم أنا أعرف شو عم باكل، شو عم دخل لمعدتي، قديش في عادات غذائية غلط أو في أكلات غلط نحن بناخدها بنظامنا اليومي ممكن تبين علي الكبر عبكير، ممكن تبين علي الضعف. طيب خلينا نبلش بهي الأخطاء. يعني اليوم نحن ممكن مثل ما حكيتي انه المعده هي البوابه لحتى انه توصل لكل شيء، حتى لحالتنا النفسيه وبالتالي على بشرتنا. طيب ممكن يلي بسمع الحكي بيقول لك انا معناتها رح اكل الاخضر واليابس وكل شيء بيجي قدامي رح اكله، شو هي احد الاسباب الخاطئه كثير يلي ممكن تسرع اليوم من الشيخوخه؟ اوكي، هلا في عندنا كثير عده اسباب، بس يعني الاشياء رح نحكي هلا. عندنا الانظمه الغذائيه بتكون عاليه بالدهون المشبعه مثل المقالي، الفاست فود، هالامور كلها، حتى عندنا السكريات المكرره، الحلويات، البسكوت، الشوكولا، اللحوم البارده، يعني كل هاي الاغذيه مصنعه اكيد وبتضر. عندنا التدخين اكيد، عندنا الكحول طبعا، كمان قله النوم، قله شرب المي، عندنا كمان التعرض لاشعه الشمس، لانه هي صح مفيده، هي سلاح ذو حدين، يعني مفيده باوقات وما انا مفيده باوقات لما نتعرض لفترات طويله، لانه الاشعه فوق البنفسجيه بتولد عندي الجذور الحره اللي هي بتسبب لي شيخوخه الجلد. كمان في عندنا سبب هو طبيعي، يعني انه نحن بالتقدم بالعمر بيقل افراز الكولاجين. شو هو الكولاجين؟ هو عباره عن بروتين طبيعي بفرزه الجلد لحتى هو يحافظ على نضاره البشره وترطيبها ويقيم الشيخوخه، يعني هيك بيقل انتاجه بالتقدم بالعمر. شو كمان لسه عن اسباب؟ تقريبا هي الاشياء الاسباب يعني. طب اليوم كثير بيقولوا لك انه انا بدي نظام غذائي يومي صحي كرمال حارب الشيخوخه، شو فينا نعطي اليوم امثله ونصائح من وجبه الفطور ونحن ماشيين؟ اوكي، هلا نحن فينا نحكي عن شيخوخه البشره اكثر. اول شيء كثير مشكله شائعه، نساء رجال كله بيبحث عن هالموضوع، كيف يقي جسمه من هي الشيخوخه او العلامات التجاعيد. بدي احكي اول شيء بالدرجه الاولى هي المي، يعني كثير مهمه لحتى تحافظ على الترطيب وتقيني من التجاعيد وتاخر التجاعيد. اوكي، بمعدل من 8 ل 10 اكواب مي باليوم هي كافية. عندنا كمان الرياضة أكيد والنوم المبكر. بدي أحكي هلأ شيء كتير حلو، أنه أغذية بديلة عن البوتوكس. ممكن ما حدا يصدق، بس هي عن جد مع يعني على المداومة إلى فعالية. عندنا الجزر إذا داومنا على عصير الجزر بشكل منتظم له أثر واضح على بشرتنا، على صحتنا، لأنه بيحتوي على البيتا كاروتين اللي هو بيحميني من الأشعة فوق البنفسجية، بالتالي بيحافظ على نضارة البشرة. عندنا كمان البندورة، إذا أخذنا حبة متوسطة كل يوم من البندورة يعني بتغنينا عن كريم النهار. أوكي، البندورة بتحتوي على اللايكوبين والتوماتين اللي هنا مضادات أكسدة، كمان بتحارب شيخوخة الجلد. عندي كمان بذور الكتان اللي هي بتحافظ على رطوبة البشرة، بتحافظ لي على رطوبة البشرة كمان، وبتحميني من الالتهابات ومن أشعة الشمس. كمان بتحتوي على الأوميجا 3 اللي هو بيعزز إنتاج الكولاجين. كمان في فكرة حلوة إنه نحكي أغذية غنية بالكولاجين، بما إنه إحنا حكينا كولاجين للبشرة أكيد.
أغذية غنية بالكولاجين عندنا. عن أكثر الأغذية هي اللي تحتوي على الكولاجين هي الحاوية على فيتامين سي اللي هي الحمضيات، الفليفلة، عندنا الفريز، الكيوي، الأناناس. كمان في فكرة مهمة بالأناناس إنه بيحتوي على البروميلين اللي هو بيحافظ لي على لون بشرة موحد. أوكي، عندنا التوت كمان، كثير بنشوف المستحضرات التجميل بتحتوي على التوت. تمام، أكيد التوت بيحتوي على مضادات أكسدة وفيتامين سي، بيحتوي على الريزبيراتول اللي هو بيحمينا من الأشعة فوق البنفسجية وبيقينا من شيخوخة الجلد. لسه كمان كثير من الأغذية، يعني بدي حاول أعطي أكبر فائدة للأشخاص اللي عم يسمعونا. في عنا كمان منتجات الصويا مثل حليب الصويا، مثل فول الصويا، مثل الصوص حتى تبع الصويا، كمان كثير منيح للبشرة. تقريبا يعني هيك حكينا. خلينا ننتقل عند السيدات يلي بيكبروا بالعمر ومن أعراض الشيخوخة عندهم كمان ترقق العظام أو هشاشة العظام، يعني بتصيب السيدات أكثر. كمان هون شو ممكن نحن اليوم نعمل لحتى نوقي حالنا من هذا المرض أو نأخره، أو حتى ممكن الغذاء يقدر يعالج هذا المرض إذا كان موجود؟ هلا دائما لما بنحكي نحن هشاشة عظام، ترقق عظام، دائما بيخطر لنا شغلتين. تمام. كالسيوم، فيتامين د. أوكي، كتير يعني شائعة على مسمع الناس المنتجات الألبان تحتوي كالسيوم فيتامين د. اليوم رح نحكي شوي أكثر عن أكلات هي بتحتوي على كالسيوم فيتامين د. عندنا مثل اللوز، مثل السردين المعلب بيحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم. عندنا كمان التين المجفف كمان بيحتوي على المغنيسيوم والبوتاسيوم اللي هي كتير منيحة كمان لصحة القلب. عندنا كمان السمسم، كل معلقة من السمسم الكالسيوم اللي فيها بيعادل كوب من الحليب. طبعا امتصاص اللي بقلب الحليب اعلى لانه هو بيحتوي على فيتامين د، بس هي لانه د هو يعني بيثبت لي الكالسيوم بالجسم. اوكي، يعني هيك تقريبا حكينا شيء الناس يمكن ما كثير تكون. والتين المجفف كمان. طيب حكينا وعددنا كثير اليوم عن الاطعمه اللي لازم تكون موجوده اليوم بنظامنا الغذائي، خلينا كمان نوضح المشروبات. في مشروبات اليوم معينه لازم الواحد يبعد عنها اذا كان فيها سكريات اكثر، خلينا نوضح الموضوع. اكيد اي شيء بيحتوي على السكر انا برفضه رفض تام، لانه انا السكر بعتبره هو يعني سم للجسم، حرفيا سم هو للجسم، كثير بيعمل لي مشاكل كبيره. وطبعا الكحول غير انه هو باذينا هو بيحتوي على نسبه عاليه جدا من السعرات ورح يسبب عندي دهون يعني كمان تحت الجلد. طيب كمان في اشخاص بياخذوا كثير من الأغذية الصحية وموجود فيها كثير من الفيتامينات والعناصر المهمة للجسم، بس بنفس الوقت ما عم يستفيدوا لأنه عندهم سوء امتصاص بالفيتامينات والمعادن والعناصر. كيف نحن شو في عنا أغذية ممكن تساعدنا غير الأدوية لحتى تقوي من تحسن عملية امتصاص الجسم لهي المعادن؟ هلا هيك ما في جواب محدد لانه نحن كل معدن له شيء خاص فيه، وكل يعني هيك بنفوت بمجال خاص بالفيتامينات يعني او بالمعادن. يعني مثل ما حكينا هلا الكالسيوم يعني هو بحاجه لفيتامين د لحتى يثبته. في اجسام ما بتقدر تمتص هاي المعادن، في حل لها هون؟ بصراحه يعني هو يعني موضوع كثير يعني كثير كبير وما فينا نتخصص فيه هلا هيك بكم كلمه يعني. طيب تمام، خلينا نوضح اكثر. اليوم انت اختصاصيه التغذيه وعم نحكي انه قديش الشخص لازم اليوم يتبع انظمه غذائيه بحياته كرمال تكون صحته افضل، لازم نعتمد هذا الشيء بشكل عشوائي لانه انا مثلا سمعت جارتي عملت هذا النظام الغذائي او فلاني عملت هيك، ام لا انا لازم اليوم استشير اختصاصي تغذيه كرمال يعطيني النظام الغذائي المناسب الي ولحالتي؟ طبعا اكيد ما في حدا ابدا يمشي على نظام جارته ولا جارته، أكيد طبعا لا. نحن بنخصص كل نظام غذائي لشخص بيكون محسوب السعرات لهذا الحدا. طبعا في كثير أشخاص مثلا مع أمراض نحن بنلغي له بعض الأكلات، ممكن نحط غير أكلات. طبعا أكيد ممنوع، ولازم يكون نظام غذائي صحي متوازن من كل الأكل، من كل الأساسيات مثل الكارب، مثل البروتين، مثل الفات كمان. نحن ما نلغي ولا عنصر منهم. تمام. طيب كمان خلينا شوي هيك حكينا عن انه بناكل من المعده، شو اليوم ممكن نطعمي بشرتنا يعني نحط على وشنا مواد غذائيه موجوده عندنا بالبيت؟
مثل ما حكينا هلا انا بفضل دائما نحن ماسكات وقصص وهيك. هلا انا بصراحه ما بفضل اكثر، انا بفضل قد ما حطينا من الماسكات وهالقصص كلياتها نحن عم نعالج الموضوع بشكل سطحي. تمام، نحن عم يعني الوقايه قليله، نحن فتره قصيره، بينما ان نعطي نحن اغذيه هي تفوت داخليا وتعطينا الانعكاس للخارج، هي بتعطي اكيد يعني الوقايه الامد الاطول. بما انه ذكرنا موضوع الماسكات، اليوم بتلاقي كثير من الصبايا ان كانوا صيدلانيات او بيهتموا بالتجميل، بتلاقيهم بيعملوا مستحضرات تجميل بتكون مصنوعه طبيه او من مواد طبيعيه، هل هي ممكن تكون عن جد اليوم مفيده ولا لا؟ هل الواحد يعتمد عليها؟ هلا اكيد هي ما فينا نذكر انه هي ما أنا مفيده، اكيد هي مفيده، بس انا كاختصاصيه تغذيه اكيد بدي احكي غذائيا وتغذويا كيف، لانه انا بدي اعطي الشيء يعني طويل الامد، ما بدي اعطي شيء بس اني انا كل فتره، اصلا هي كثير مكلفه كمان يعني بايامنا هي كثير مكلفه، هي قد ما انا عم عالجها فتره قصيره ويرجع هرمونات جسمي تتغير، يعني اذا ما عالجت الموضوع داخليا ما راح ينعكس على بشرتي. طيب كمان اليوم من اعراض الشيخوخه عنا الزهايمر او كثره النسيان او كله بياثر على الذاكره كمان، شوفي كيف فينا اليوم نحن نحارب هذا الموضوع. اوكي، هلا بالبدايه الدماغ بيتكون 60% منه من الدهون، اوكي نص هاي الدهون هي الاوميجا 3. كثير شائع عنا انه اوميجا 3 للدماغ للذاكره، طيب وين بنلاقي الاوميجا 3؟ بالاسماك الدهنيه، عنا التونه، السردين، السالمون، كمان بنحصل عليه من مصادر نباتيه مثل بذور الشيا والكتان ومن الجوز كمان. في عنا كمان مهم كثير لصحه الدماغ البروكلي. البروكلي بيحتوي على فيتامين كي اللي هو بيدخل بتركيبة الشحميات السفنجولية اللي هي بتتجمع بشكل كتير كبير بالدماغ وهي كتير مهمة لصحة الدماغ. عندنا كمان القهوة، قهوة غنية جدا بمضادات الأكسدة والكافيين، مفيدة للذاكرة يعني طبعا أكيد، هي بتحسن اليقظة، بتحسن التركيز وبتحسن المزاج. بمعدل طبعا مو الأفراط بأخذ أكيد، من فنجانين لثلاث فناجين باليوم مو أكثر. عندنا كمان الشاي الأخضر والشوكولا دارك كتير مهمة، نسينا نحكيها وقت البشرة، كمان هي كتير مهمة للبشرة وكتير مفيدة للبشرة، بتحتوي على مضادات أكسدة. كمان عندنا اللي هو أنا بدي أسميه السحر اللي هو موجود بكل بيتنا، هو الكركم. يعني البهارات الكركم اذا نحن يعني هو مو بس مفيد للبشره وللذاكره، بيستخدموه بالطب الصيني لعلاج الاكتئاب، هو لالام المفاصل، لامراض الهضم، يعني عن جد سحر. ولحتى نحصل على اكثر فائده منه ناخذه بهي الطريقه، ناخذه على الريق، ممكن هي طريقه يعني احدى الطرق، نحن ناخذ انه ناخذه كبهارات، بنحط معلقتين صغار، بنحط معهم معلقه صغيره زيت زيتون، وكمان بنحط معهم فلفل اسود، اوكي؟ كل هذا عند الصباح؟ ايه، نحن معلقة صغيرة يعني، كثير مفيد، والفلفل الاسود ضروري يكون مع الكركم لحتى نحن ناخذه بأكثر فائدة يعني. هلا ممكن هي النتيجة تساعد، هي القصة تساعد الأشخاص اللي كثير مصابين بالزهايمر، يعني ما عم يركزوا بشغلهم. هو ايه بيقي من الزهايمر، وعن جد كثير مفيد لصحة كل هدول الاشياء اللي حكيناهم. بالختام بدنا نشكرك كثير اختصاصيه التغذيه جيسيكا الحوش، اهلا وسهلا فيك فينا ورتينا. شكرا لك واهلا وسهلا، شكرا كثير لكم. اما نحن مشاهدينا مكملين معكم ورح نضل بعالم الصحه، وتعددت انماط الحميات الصحيه تحت مسميات عديده، ومن اشهرها نظام الكيتو وايضا نظام الصيام المتقطع وهو الاكثر اتباعا من قبل السيدات. شو الفرق بين الانظمه الصحيه وشو افضل لوزن صحي بشكل سليم؟ نتعرف أكثر تفاصيل بالتقرير التالي مع زميلتنا سونيا نصر الله. ما هي حمية الكيتو الصحية؟ وما الفرق بينها وبين الصيام المتقطع؟ الكيتو عند احتراق دهون الجسم تتفكك إلى كيتونات يستخدمها الجسم فيما بعد كمصدر للطاقة، وهي أفضل بكثير من السكريات لأنها مصدر أكثر فائدة للجسم. وحمية الكيتو أساسها هو حرق الدهون والحصول على جسم صحي مزود بطعام فيه كل العناصر الغذائية التي يحتاج. أما الصيام المتقطع فهو ليس حمية، إنما هو تغيير أسلوبنا في الأكل وعدم الأكل، فبدلاً أن نأكل 4 إلى 5 وجبات يومياً أو نتناول وجبات خفيفة نقلل عدد الوجبات، فتناول الطعام يرفع هرمون الأنسولين الذي يسبب تواجده بكثرة لخطر في الجسم. الشيء المشترك في حمية الكيتو والصيام المتقطع هو تقليل نسبة الأنسولين الزائدة،
بالبداية نبدأ بثلاث وجبات يومياً من دون وجبات خفيفة، ثم نقلل العدد إلى وجبتين دون وجبات خفيفة. المهم في الصيام المتقطع تقليل عدد الوجبات دون التركيز على تقليل السعرات الحرارية، ويطلق عليه نظام 16-8، وهو محاولة تناول وجبات الطعام خلال 8 ساعات من اليوم والصيام بقية اليوم. وفي الصيام المتقطع هرمون النمو يتزايد ويحمي العضلات من التقلص، فهو يحتفظ بالبروتين ويسمح خلاله بشرب الماء والقهوة والشاي. لا يجوز اتباع هذا الصيام للأطفال أو المراهقين تحت سن 18 أو الحوامل أو مرضى السكري. أهم خطوتين لتخفيض الأنسولين هي تخفيض نسبة الكربوهيدرات والسكريات والحبوب والمعكرونة والبسكويت والعصائر، وذلك يمنح الجسم الطاقة عن طريق حرق الدهون، لأن وجود الكثير من الأنسولين يجعل خسارة الدهون أمراً صعباً. وأعراض فرض الأنسولين هي دهون البطن وارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول والإعياء وضعف الذاكرة والعصبية والاكتئاب وسرعة الانفعال. من الممكن الجمع بين الحميتين لأخذ نتائج أفضل، فهما يعملان على تأخير علامات الشيخوخة وتزويد قدرة الدماغ على التركيز وتنشيط فعالية القلب. رح ننتقل هلا لفقرة جدا مهمة وبتخص كثير من الأهل والأطفال وأسلوب التربية اليوم مع توسع آفاق المعرفة وانتشار المعلومات بشكل كبير والإيقاع المتسارع للتطور العقلي والإدراكي عند الطفل. كل هالشيء له أثر على تأسيس الطفل مع وجود أجهزة التابلت والآيباد، واليوم من أبسط التفاصيل كمان اللي صارت موجودة بإيدين الطفل، وكثير من الأهالي عم يساعدوا الطفل لحتى يقدر يحصل على المعلومات وهي الموبايل. لكن يا عفاف، هل اليوم المطالعة والتعلم وتنمية المهارات عبر الوسائل التكنولوجية ممكن تكون بديل للمطالعة والكتاب الورقي من خلال القصص المصورة وغيره؟ وليش اليوم عم بيكون في إصرار كبير من الباحثين بتنمية مهارات الطفل على ترسيخ مهارة القراءة عند الأطفال وتأثيرها على مهاراتهم وسلوكياتهم؟ تفاصيل كثيرة رح يخبرنا عنها ضيفنا لليوم محمود الخالد، مدرب متخصص في الصحة النفسية للطفل. يسعد صباحك استاذ. صباح اهلا وسهلا فيك. صباح الخير واهلا وسهلا فيك. صباح الخير. مثل ما حكينا بالمقدمه انه صار في كثير اليوم تطور عقلي وتكنولوجيا بايدين الطفل، والاهل ممكن شوي عم يساعدوا الطفل على تنميه مهاراته من خلال بس هي الاجهزه. اليوم يعني اهميه الكتاب والقراءه عند الطفل، خلينا نحكي على اهميه هذا الشيء وشو اثره كمان. هلا للامانه نحن في الفتره الحاليه موضوع نحن في الابتعاد عن الكتاب او عن القصص المصوره للاطفال هو صار يعني امر رائج. ليش؟ لانه نحن صار بالنسبه لنا الموبايل هو وسيله مو بس لا 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 يعني لا انه نحن يلعب فيها الطفل، لا، صار انه خلص هذا الوسيله اللي هي ممكن تخلي طفلنا يبتعد عنا مشان نحن نقضي شغلنا نرتاح والى اخره. ولكن هذا الموضوع هو موضوع خطير جدا بالنسبه للاطفال. ولكن لما نحكي انه الباحثين هن بيصروا على اقتناء الكتاب وخصوصا الكتاب الورقي او القصص الورقيه، لانه هذا الموضوع بيعطي كثير اهميه لبناء شخصيه الطفل. في عده اسباب بتخلينا نحكي على اهميه اقتناء الطفل للقصه الورقيه او للكتاب الورقي، منها اللي هي تحفيز مهارات القراءه. اليوم نحن لما الطفل بيمسك القصه او بيمسك الكتاب الورقي هو بحد ذاته هو محفز له لانه يتابع القراءة بتمعن، يقلب الصفحات. هذا التلامس، لمس الكتاب الورقي هو بنفسه بحد ذاته بيعطي نوع من أنواع شد الانتباه للطفل، إن كان وخصوصا إذا كانت هاي القصة هي فيها رسومات فيها ألوان، فهذا الشيء بيخلي الطفل يركز بالقصة اللي عم يقرأها وبالكتاب اللي عم يقرأه. ثانيا بيعطي نوع من أنواع الارتباط العاطفي بينه وبين القارئ فيما لو كانوا الأهل هن يعني اللي عم يقرأوا القصة أو لو كان الأستاذ عم يقرأ القصة. اليوم لما بيكون القصة مشوقة أو القصة عادية بس الشخص اللي عم يقرأ القصة إن كان الأستاذ أو الأهل، فهون عم بيكون في حالة من الارتباط العاطفي بين الطفل وبين القارئ لهي القصة. هذا الشيء بيعطي نوع من أنواع أصلا يعني التعلق بهذا الشخص. اليوم كذلك الأمر ممكن تكون نموذج جدا رائع لتحفيز الإبداع والتميز للطفل. اليوم
أنا ممكن بعد ما يتخلص هاي القصة أنا أبلش أسأله للطفل مجموعة من الأسئلة أنه شو استخلصت من القصة، وممكن أطلب منه يرسم لي شيء من نسج خياله. يعني أنت اليوم كمان عم تحفز خيال الطفل لأنه يرسم هاي هذا الشيء اللي قرأه بهي القصة. ما أتخيل اليوم عن طريق الشيء الإلكتروني حتكون هاي القصص موجودة. تمام، بعد ما تعرفنا عن أهمية مهارة القراءة عند الأطفال، خلينا نوضح اليوم شو هي الخطوات الأساسية لحتى نحفز الأطفال اليوم على المطالعة والقراءة. هل هي الخطوات هي متشابهة اليوم بين كل الأطفال؟ وحتما ما أنا متشابهة بين الأطفال، ولكن خلينا نقول إحنا طريقة تعاملنا مع الأطفال هي تنقسم لتطور إدراكي للطفل. اليوم تطور إدراكي للطفل يقسم إلى 4 أقسام، من 0 من عمر يوم لعمر 3 سنوات، من عمر 4 لعمر 6، من عمر 7 لعمر 12، ومن عمر 13 لعمر 18. خلينا نقول لنبني هاي الثقافة عند الطفل لازم تكون في الفترة الأولى. يعني اليوم أنا لما بدي أقرأ الفترة الأولى والثانية، يعني نقول من عمر 1 لعمر 3 لعمر 3 سنوات، أو من عمر 4 لعمر 6، اليوم لما أنا أمن بيئة مساعدة للقراءة، على سبيل المثال أنا اليوم لما في المنزل لما بشوف مكتبة فيها كتب، لما بشوف جو هادي ما نو صاخب، لما بشوف التلفزيون ما نو دائما شغال، لما بشوف الأهل ما نو ماسكين الموبايلات، فأنت اليوم بحد ذاتها هي بيئة مساعدة للقراءة. لما بشوف الكتب لما بشوفهم أنا، لما بشوف الأهل، لما بشوف الأب والأم هن نفسهم ماسكين الكتاب أو القراءة، هن عم يقرأوا قدام الطفل، هو بحد ذاته الطفل بيقلد، ما في مجال بهذا الموضوع. ثالثا اليوم أنا لما بدي أعمل مجموعة من الحوافز، اليوم إنه أنا إذا بتقرأ قصة أو بتقرأ كتبك أو خلينا نقرأ القصة سوا مع بعض، هذا اليوم هذا نوع من أنواع الطرق الكثير مهمة لحفز هذا الطفل إنه أنا يقرأ الكتاب. على سبيل المثال اليوم لما أنا أخده معي على المكتبة، اليوم في كثير مكاتب مشهورة ببلدنا، إن كانت بالمراكز الثقافية ولا مكتبة الأسد ولا إلى آخره، اليوم أنا عم أأمن، يعني أنا عم فرجيه القدوة، إن كان الأب ولا الأم ولا أستاذه بالمدرسة، هو نفسه عم يأخذه على المكتبة، عم علمه على طريقة كيف اختار الكتب، عم يشوفه فرجيه القصص. اليوم هي في كثير طرق هي بتساعد لتخلي هذا الطفل يقرأ معك، كلفه بمجموعة من المهام أثناء القراءة، إنه أنا اليوم بدنا نقرأ هاي القصة سوا مع بعض، بدنا نناقشها سوا مع بعض، وبدنا نطلع يعني مثل ما بيسموها بدنا نشوف نتائجها كيف عم تطلع مع بعض، نرسمها مع بعض. اليوم هاي الطرق هي طرق كفيلة إنه تخلي الطفل يهتم بموضوع القراءة وقراءة القصص. طيب خلينا يعني هيك شوية نتعمق بدور الأهل. اليوم ممكن كتير مع عقبات الحياة ومشاكل الحياة والظروف ممكن الأهل ما كتير يوعوا لهي القصة من ناحية أطفالهم، يتركوا لهم، يعني صار في كتير مجالات في حياتنا التطور الإلكتروني، نادرا ما تشوف يعني كتاب أو ورقة أو حدا عم يكتب أو ماسك كتاب وعم يقرأ منه. دور الأهل هون كيف ممكن لازم يوجهوا طفلهم على قراءة الكتاب ويحرصوا على هالشيء؟ شوفي رح أقول لك كلمتين، ما فينا ننكر كمان إنه نحن هو فعلًا الوقت اللي أنت تفضلي هو وضع كتير صعب ووقت كتير صعب، وما فينا كمان ننكر أهمية التطور الإلكتروني الحاصل. فنحن حنمشي على موضوع أضعف الإيمان، الشيء اللي نحن بنقدر عليه، ما بدنا كمان نقعد نطلب من الأهالي شيء هن ما بيقدروا عليه. اليوم على سبيل المثال، أولًا أنا بحدد ساعات معينة للتعامل مع الوسائل الإلكترونية، إن كانت الموبايل، إن كان الآيباد، ولا حتى الشاشات. اليوم القعدة قدام الشاشة لفترات طويلة هي كمان بتسبب نفس الأذى، صدقيني يعني. فاليوم أنا أول شغلة بعملها هي بحدد ساعات القعدة قدام الموبايل ولا الآيباد ولا الشاشة. تاني شغلة، إذا أنا قادر أني أستغل هذا التطور الإلكتروني لصالح الأطفال، فأنا ليش ما بستغله؟ يعني اليوم أنا فيني أنا خلي الأطفال عن طريق الآيباد يقرأوا القصص الإلكترونية، القصص اللي هي يعني مزودة بصور متحركة، بصور يعني بتساعد بنشأة خيالهم، نشأة إبداعهم. فأنا خليني أستغل هذا الموبايل أو هذا الآيباد لهذا الصالح
اليوم انا فيني انزلهم قصص، قصص متحركه، فيني انزلهم كتب مهمه يستغلوها حتى بفتره مسكن لهذا الايباد، لانه بالنهايه ما فيك، ما فينا نحن مثل ما بسموها ننسلخ عن الواقع ونقول هذا الشيء نحن ما بنقدر، انا بدي اشيل موبايل من ايدهم، هذا الكلام مو صحيح. لا، خليني انا استغله الاستغلال الايجابي. لازم يكون الاهل بطريقه او باخرى ولو لنص ساعه لازم يخصصوا وقت للقعده مع اطفالهم، للنقاش معهم، لانه هاي بتعزز ثقتهم بنفسهم، بتعزز ثقافه الحوار بين بين بين, بين الاولاد واهلهم. أكيد. ضروري كثير. طيب خلينا نحكي عن الاثار الايجابيه لمهاره القراءه وتنميتها عند الاطفال، قد ايه ممكن تاثر بشكل ايجابي اليوم على شخصيه الطفل بالمستقبل؟ ممكن يكون شخص متحدث مثقف اليوم، عنده شخصيته ممكن تفيده بدراسته بكثير من الامور بالحياه. مثل ما تفضلتي بتفيده على كل هاي الأصعدة. يعني اليوم خلينا نقول ثقافة القراءة وخصوصا ثقافة القراءة من الكتاب أو من القصة هي أولا يعني بتخليه يمتلك مهارة الحديث الصحيح والاستماع الصحيح. فأنت اليوم عم تساهم ببناء شخصيته لهذا الطفل، عم بيكون إنسان متحدث قادر يعني يتواصل مع جميع أقرانه إن كان من الأطفال ولا قادر يتواصل مع أساتذته والقادر يتواصل مع الأهل والأقارب. خلينا نحكي على صعيد التعليم الأكاديمي. فأنت اليوم بالنهاية فعلا بتفيدك من الناحية الأكاديمية. أنت اليوم لما بتكون تمتلك مهارة اللغة الصحيحة فأنت بالنهاية أكيد راح تقدر تتلقى معلومة صحيحة وتقدر توصل معلومة صحيحة. اليوم مهارة القراءة هي ممكن تروح فيك لأماكن كثير مهمة على صعيد الشخصي. اليوم ممكن أنت فعلا تمتلك مهارة هي ممكن تساعدك لبناء مستقبل أو لوظيفة معينة. فما فينا اليوم نستثني هذا الموضوع، لأنه هو من البداية ممكن عن جد يبني ثقة الطفل بشكل كثير كبير. خلينا نرجع شوي على القصص المصورة يلي كانت تجربة هامة لجيل كامل. اليوم حتى نحن لما كنا صغار كنا نشوف قصص مصورة ونقعد نحاول بدون ما نشوف الكلام مكتوب جنبها نحاول نشرح ونفسر شو مكتوب أو شو المرسوم بالصورة أو شو الرسالة منها. اليوم صارت مغيبة شوي هي القصة عن الأهل والأطفال، كيف ممكن نرجع نحيي هذا الشيء عندهم ونذكر كمان أهميته؟ صدقيني اليوم الحالة الوحيدة لإعادة يعني هذا الزمن الجميل، اليوم لازم يكون في حالة من الحشد المجتمعي وأولهم الإعلام. عن جد يعني اليوم بقول في دور كتير مهم للإعلام وفي دور كتير كبير لوزارة الثقافة، لأنه نحن اليوم فعلا ابتعدنا كل البعد عن الكتاب. اليوم اولا عدم توفر الكتاب، يعني اليوم نحن حتى بالمدارس بتلاقي الكتاب غير موفر، بالجامعه بتلاقي الكتاب غير موفر. هاي شغله اول شيء توفير الكتاب. اليوم يكون لازم يكون الكتاب بمتناول الجميع. اليوم هاي الثقافه لازم تنتشر حتى على جميع وسائل التواصل الاجتماعي اليوم لضروره اهميه الكتاب. اليوم ما بتتخيلي على مدى اهميه قديش يعني بتبني الطفل، قديش بتوسع مدركاته، قديش بتروح بخياله لكثير بعيد. اليوم لو بنقدر نساهم نحن بتعميم هي التجارب بتبني وبتصقل شخصيه الطفل، بتساعده على الابداع، بتعطيه نموذج متميز من التدخل الايجابي، بتعطيه روح جديده، روح الابداع. الرسم ممكن، الرسم، الموسيقى ممكن يتخيل المشهد بشكل كامل. بصراحه لازم يكون في حاله الحشد المجتمعي لاعاده هاي الثقافه لكل العائلات. اكيد بالختام معلومات كثير مهمه، بدنا نشكرك كثير محمود الخالد، مدرب متخصص في الصحه النفسيه للطفل. اهلا وسهلا فيك. شكرا لك كوتش، واهلا وسهلا فيك. شكرا على المعلومات اللي قدمتها. شكرا. هلا مشاهدينا رح ننتقل لماده موجوده كثير ببيوتنا وممكن بفصل الشتاء ما بنستغني عنها، هي البرتقال، وكثير بيحمي من نزلات البرد وايضا غني بمصدر الفيتامين سي. رح نتعرف على تفاصيل اكثر ضمن التقرير التالي. عصير الجزر والبرتقال من العصائر الصحية المهمة لصحة الجسم، خاصة في ظل انتشار الإصابة بفيروس كورونا، فهو من العناصر المهمة لرفع مناعة الجسم لمواجهة الأمراض والفيروسات. أبرز فوائد البرتقال والجزر لتقوية المناعة: يحتوي الجزر والبرتقال على نسبة عالية من فيتامين سي، وهي أحد مضادات الأكسدة القوية التي تنظف خلايا الجسم من الجذور الحارة
التي تظهر كمنتج ثانوي لعمليات التمثيل الغذائي مثل التنفس والهضم. يدعم فيتامين سي جهاز المناعة لمقاومة الأمراض خاصة المنتشرة في هذه الفترة كفيروس كورونا. يوفر الجزر أيضاً بالتكاروتين وفيتامين أي الذي يساعد على دعم الرؤية الصحية لفترة طويلة، فإن نقصان فيتامين إي يؤدي إلى الجفاف الملتحمة وهو مرض تنكسي يمكن أن يضر البصر أثناء النهار ويجعل من الصعب جداً الرؤية بوضوح في الإضاءة المنخفضة. يعتبر البرتقال منقياً جيداً للدم مضاداً للإنفلونزا وحمى التيفويد وأمراض السعال. وأخيراً تعتبر فاكهة البرتقال من الحمضيات ذات الفوائد الصحية العالية، حيث تعمل على زيادة مقاومة الجسم ورفع مستواه الصحي ومقاومة الأمراض. صباحكم خير من جديد. رح نختم مع أعمال الهاند ميد ورح نتعرف من خلالها على لمسة فنية وابتكارية بعالم العبايات والمشغولات اليدوية اللي بتحمل بصمة خاصة للزركشات التراثية والخط العربي. اليوم هذه ضيفتنا جدا مميزة رنا السوسية، ضيفتنا ضمن هالفقرة وهي مصممة متخصصة بالعبايات والأعمال اليدوية اللي بتحمل البصمة التراثية، وقدرت أنه تبتكر طريقة فريدة من خلال مشروعها لإضافة العلاقة على إطلالة كل أنثى اليوم، ومن خلال عبايات مزركشة بالخط العربي وبالإضافة إلى إضافة لمسة خاصة على لحظات ومشاهد هامة بحياة كل سيدة اليوم، ومنها كمان إقامة حفلات وإضافة لمسات سحرية مثلا لحفلة معرفة جنس المولود أو إقامة الحفلات لتوديع العزوبية، وهي جدا لحظات هامة وفارقة بحياة كل صبية أو سيدة اليوم. رح نستضيف اليوم رنا السوسي ونصبح عليكي. سعد صباحك. صباح. صباح الخير. صباح. أهلا وسهلا فيكي. مشروع كتير حلو، كنا عم نسمع تفاصيل اليوم عن شغلك. خلينا نبلش هيك نوضح للمشاهدين كيف بلشتي مشروعك. هلا أنا بلشت بعام 2019، كانت الفكرة أني أنا حابة أشتغل شيء له علاقة بشهادتي الجامعية كوني أنا دارسة مانجمنت. وقتها هيك فكرت هيك اجتني هيك الفكرة أني أنا أعمل الرواب الساتان اللي مطرز عليهم اسم العروس وتلبسهم هي ورفقاتها وأهلها بالصالون أو مثلا بحفلات توديع العزوبية. وقت عملت بيج على انستغرام ونزلت الصور وكثير لقيت اقبال على هي الفكره. حلو. بعدين الصبايا صاروا يعطوني مثلا فكره وانا طورها، مثلا بدهم هديه لرفيقتهم، بدهم ياخذوا الهديه للعروس تطرز على البشاكير، العروس حابه تطلع بنانس مثلا بجهازها تطرز عليه اسمها اسم العريس. حلو. وهيك والله فكره صارت تجر فكره وبلشت انا اطور فيهم. بعدين صار مثلا اعمل طواقي القش اللي بتنلبس على البحر والمسبح طرز عليهم، صرت فوت بقى بالمناسبات انا مثلا حدا عنده حفلة تخرج صرت اعمل لهم الوشاحات التخرج باسمائهم شو دارسين وطواقي التخرج حتى. ايوه الحمد لله يعني هيك فكره جرت فكره. يعني اليوم رنا السوسي تفردت بمجال مطلوب كثير من قبل الناس والسيدات والصبايا اكثر شيء، واللي هن كمان كنتي تعطي افكار مبتكره وزينه حلوه لمعرفه جنس المولود وكمان حفلات العزوبيه. خلينا نحكي عن هذا الموضوع. هلا انا بعد ما عملت شغلات تبع توديع العزوبيه صرت افكر شو ممكن اعمل شيء جديد. صرت افكر انه العروس بده يجيها بيبي، شو ممكن صحيح. انا اساوي؟ صرت اعمل تقومه الدياره وطرز عليهم اسم البيبي واعمل الرواب الساتان مثل لون بيبي بينك وبيبي بلو، كمان ممكن تلبسهم على المشفى او اذا هي الحفله تبعت الجندر ريفيل اللي هي تحديد جنس المولود. وقتها كثير لقيت اقبال عليها كمان، وانه حبيت انه انا عم شارك بقى بكل مناسبه كان انه عرس ولا ولاده، والحمد لله يعني لقيت اقبال كثير حلو عليها. تمام رنا، كمان احنا اسابيع وايام قليله بتفصلنا عن شهر رمضان وكلنا بنعرف بيكون في تحضيرات كثيره اليوم، خلينا نحكي عن العبايات اللي اشتغلتيهم، كيف بلشتي فيهم وشو هي الاضافات يلي بتميز شغلك اليوم بالعبايه؟ تمام. هلا بما انه خبرتكم انه انا حابه اني اكون موجوده باي مناسبه باي فرحه بتصير، انا والدي والدي بيشتغل يعني بيصمم بتقومه الرجاليه، بيشتغل بمجال الالبسه الرجاليه وبفصلهم. هلا هي شو؟ هي وجه مخده. وجه مخده. هي وجه مخده. فوقتها انه سالته انه اذا في مجال اني انا اعمل موديلات عبايات خاصه فيني. ايوه. كانت البدايه تبعي ببازار الوان سوريا للمدام رنا الطباع. حلو. وقتها كثير لقيت اقبال وكثير استفدت الحمد لله، وتشجعت على قد ما العالم حبوا الشيء اللي انا عم ساويه اني انا اعمل موديلات جديده، وصرت استنى رمضان الجاي كرمال انا ساوي موديلات احلى لسه.
وهيك والله بلشت العبايات. وانه كمان حلو بشهر رمضان المبارك انه الوحدة تلبس شيء مستور. اكيد تمام. وهلا صايره موضه اذا عندك عزيمه فطور سحور انه الواحد يلبس هيك شيء من النمط من العبايات. والحمد لله كثير كان شيء حلو. خلينا كمان يعني هلا كمان استعرضنا شويه من العبايات على الهواء، وهي وش المخده كاسبه عليه رمضان كريم، وعم نلاحظ كثير انه توجه هيك للخط العربي، وعم تكون كثير حريصه على انه ينوجد الخط العربي ضمن شغلك والتصاميم الموجوده. يعني هون في عنا اذا فينا نعرض هذا البشت، ايه شو المكتوب هون بالضبط؟ هي احرف مفهومه ولا كتابات مفهومه؟ خلينا نحكي عن العربية. هي عشوائيه بس انا توجهت للخط العربي لانه هو الخط، يعني اللغه العربيه شيء كثير حلو، والحروف العربيه كمان شيء كثير مميز. وانا كثير بيجيني عالم بدهم هدايا ياخذوها لبرا لاجانب، فحبيت انه ينتشر اللغه العربيه، والاجانب بما انه بيحبوا كثير العبايات فهن كثير انبسطوا لما عم يشوفوا هيك قطعه عن جد عم يحسوها كثير شيء مميز وشيء كثير غريب. شكرا يا علي، كرمال هيك والله لجأت للخط العربي. يعني شغله كثير حلو واتقان ودقه. اليوم خبرينا كيف عم يكون الاقبال اليوم على نمط شغلك، قد ايه عم تشوفي تفاعل من السيدات اللي حواليك؟ هلا الحمد لله كثير كثير الاقبال حلو، وعم ينبسطوا بالشيء اللي انا عم بعمله، ومنهم صراحة عم باخذ ممكن فكرة من هون فكرة من هون، أنا عم طورها. حلو. أيوة الحمد لله، يعني مثل ما خبرتكم إنه أنا انطلقت من بازار ألوان سوريا ولقيت في كثير إقبال وقتها، الحمد لله يعني منه أنا صرت حبيت إني أطور أكثر وأعمل موديلات أكثر. يعني حتى أنا حسيت إنه ممكن العالم ما تميل للتطريز، هلا عم بعمل موديل جديد اللي هو طباعة. حلو. ومثلا الأم وبنتها هلا عم بعمل كمان للأولاد الصغار، فكمان توجهت للشيء له علاقه بالطباع، هو انا لسه ما عملتهم، هي هلا حبيت اورجيكم اياها، هي مصدره من شغلي. وان شاء الله لقدام بدي اعمل موديلات كثير حلوه وجديده ان شاء الله. طيب كمان رنا توجهتي للزركشات اللي موجوده هلا واللي بتحاكي كثير حضارات ومدن، يعني بنشوف فيها هيك شيء خاص مثلا بمدينه كذا او شيء، خلينا نحكي عن ميلك لهذا الموضوع. اوكي هلا انا اول شيء عملته هو كان النقشات الفلسطينيه. هلا كوني انا فلسطينيه سوريه مثل ما بحب يعني بلدي سوريا، كمان انا بحب فلسطين، يعني انا ما زرتها ما عشت فيها، فانا حبيت اني اقدم شيء من تراثها. وهي النقشه اللي انا عملتها هي كانت مشهوره فيها مدينه بيت لحم، وانا كمان بصدر لبرا، فانا كنت حابه كثير انه فكره انه انا اني انشر النقشه الفلسطينيه لكل العالم والكل يتعرف عليها من خلال هذه الذكرشات اللي انا عملتها. كمان يمكن ضمن مشروعك في اعمال يدويه حملت بصمه خاصه برمضان وممكن تعطي لمسه اضافيه على ديكور البيت، خلينا نوضح اكثر عن هذا الشيء. تمام. هلا انا قلت لك حابه اكون انا مشاركه باي فرحه باي شيء له علاقه بزينه باي مناسبه، يعني انا بحب اللي بفوت على صفحتي عنده اي مناسبه يلاقي طلب موجود عندي. فانا بوقتها تواصلت مع كمان شركه رينكوسي بما انه هي يعني تعمل كواليتي كثير حلوه، وخبرتهم انه يعملوا لي شراشف طاولات. طبعا اكيد في كثير انواع زينه انا عملتها بس ما فيني اجيبهم كلهم لاورجيكم اياهم هون. فحسيت انه هذا الشيء بيعطي لمسه للبيت حلوه، ديكور كثير حلو، وهيك بتحسسي اولادك انه بقدوم الشهر الفضيل بحسوا بالفرحه وبتجهيزاته، وبيكون عندك عزيمه بتتميزي بعزيمتك بالديكور اللي انت عاملتي. يعني حتى هلا انا كنت اسم صفحتي كنت عاملتها هي برايد فايبس اللي هي اجواء العروس. بوقتها انا كان صعب علي اني غيرها لانه انشهرت بهذا الاسم، بس لما لقيت حالي اني انا عم بعمل اي شيء له علاقه بالتخرج بالولاده بالرمضان بالعبايات ستي اوسع، فحسيت حالي انه لازم اني انا اغير الاسم. وقتها غيرت الاسم لاسم موتيل اللي هو معناته الفراشه. حلو. واخترت اسم الفراشه لانه بحسها بتعبر عن الحب الحظ هيك الفرح، وحسيت حالي انه عم بتنقل مثل الفراشه من مشروع لمشروع من مناسبه لمناسبه، وان شاء الله بالمستقبل بعمل كثير شغلات باذن الله. طيب من خلال هي المشاريع او مشروعك الخاص هلا اللي نحن عم نحكي فيه، قد ايه كان مهم بالنسبه لجميع السيدات يلي حواليك انهم ياخذوا الهام منك ويقدروا يبلشوا باي فكره بسيطه عندهم، وممكن يصيروا هنن مثل رنا او رنا قدوه لهم لحتى تلهمهم على انهم يبلشوا بمشروعهم الخاص من الصفر وهن طالعين؟ هلا انا بنصح اي صبيه او اي سيده اذا عندها فكره عندها هوايه عندها اي شيء هي متميزه فيه انه هي تطوره وهي تشتغل على حالها، يعني ما تضل محصوره هيك بمنظور مثلا صغير، لا هي تتطور. وانا متاكده انه ما في حدا ما بينجح
إذا كان عنده إصرار وإذا عنده استمرارية وعنده أفكار حلوة، فأنا بنصح أكيد الكل يكون له مشروعه الخاص ويتطور عليه، وإن شاء الله الله يوفق الكل إن شاء الله. طيب اليوم أي سيدة عندها مشروع قد ايه مهم اليوم تشارك بالبازارات والمعارض؟ قد ايه هذا الشيء مهم؟ واليوم ممكن تشوف تفاعل الناس وتشوف الأمور اللي هي جايبتها بتكون غير على أرض الواقع. طبعا هلا أنا كثير بنصح أكيد إنه إذا الواحد عنده مشروع يبلش بهيك خطوة، بيتعرفوا عليه العالم. صحيح. بيعرض منتجاته أكثر. يعني أنا صراحة عرفت علي العالم وانشهرت من طريق البازار. تمام. يعني كثير بتشكر مدام رنا الطباع، كان بازار كثير حلو بجنن ومنه تعرفوا علي العالم. يعني انا كثير بنصح انه العالم تشترك بالبازارات اكيد، يعني واجواء حلوه وهيك الحمد لله. يعني بتفكري رنا انه بالمستقبل او حتى حاليا انه يكون عندك افكار جديده وتطلعي برا هي النمطيه ونشوف شيء جديد ومميز واغرب من هذا الشيء عندك؟ طبعا اكيد انا بحب دائما نكون متطوره، دائما نكون متميزه. ان شاء الله اكيد بلقائنا الجاي بتشوفوا عم بعمل كثير شغلات حلوه وشغلات غريبه، حتى يعني حكون متطوره ومتوسعه بمجال اكثر للعبايات للموديلات، حتى يعني انا حكون موجوده بفرحه اي شخص، يعني اي حدا عنده فرحه اي حدا عنده مناسبه انا رح اكون مشاركه فيها ان شاء الله. يعني ان شاء الله يا رب تشوفوا شيء كثير حلو ان شاء الله. طيب اليوم العبايات اللي استعرضناها اللي كنت جايبتيها لليوم، خلينا نوضح قد بتاخذ معك وقت لحتى تشتغليها؟ ممكن الطولي بتاخذي جهد وقت اكثر؟ هلا حسب. هلا مثلا انا كوني اني انا بصدر لبرا، ف يعني عندي اوقات مثلا ممكن اكون مضغوطه فيها، خاصه قبل شهر رمضان المبارك. بس مثلا انا عندي شغله مميزه فيها انه اي حدا مثلا هلا بيخبرني بده نمط عبايه محدد، موديل محدد، قياس، لون، قماش، انا قادره اني انا افصل له. يا طبعا بمده مثلا ما بتكون مثل اذا انا عم بعمل كميه، مثلا ممكن لمده اسبوع بتكون القطعه جاهزه بالقياس اللي بده اياه، القماش اللي بده اياه، الالوان اللي بده اياها. فالحمد لله ما بياخذوا كثير وقت يعني. يعني اي حدا عنده طلب خلال اسبوع 10 ايام بيكون مسلمته كل شيء. يعني اليوم خلينا نقول انه عم يصير في اقبال كبير على التصاميم يلي عم تعمليها. عم نطلب منك شيء تصاميم غريبه او انه انت ما بتعمليها ولكن بتضطري تعمليها لتلبيه رغبه الزبون؟ اي طبعا اكيد. يعني هلا مثلا في عالم طالبين مني مثلا عبايات عليها صوره القدس وعليها اشكال اشخاص، ويعني هي فيها شغلات معقده شوي، بس انه انا قدرت اني انا اساوي لهم اياها وطلعت نفس الدقه اللي بدهم اياها حتى واحلى. يعني لما وصلتهم القطعه خبروني انه القماش كثير مرتب، الخياطه كثير نظيفه، والطباعه ممتازه يعني الحمد لله. يعني وكثير نالت الاعجاب، واكيد انا فيني اعمل اي شيء. يعني ما حقول لك 99% بيزبط معي 100% الحمد لله. اكيد. بالختام رنا السوسي بدنا نشكرك كثير وان شاء الله يا رب كل النجاح والتوفيق بحياتك. اهلا وسهلا لك. شكرا لك. كان حلو الاخباريه السريعه على اللقاء. اهلا وسهلا، واكيد بنتمنى لك التوفيق. شكرا لك.